صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الزمالك في قمه الدوري الممتاز الساعه 9:30 بالليل على استاد القاهره. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو بيحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطه، على بعد 4 نقط من الزمالك المتصدر المؤقت. وهو متصدر مؤقت ليه؟ عشان فريقنا متاخر عنه بفرق ماتشين. يلا بينا. فريقنا بيرجع له النهارده سعد سمير العائد من الاصابه، وكمان والتر بواليا العائد من الايقاف، لكن بيغيب ناصر ماهر وبينضم لقائمه الغيابات الطويله اللي بتضم مجموعه كبيره من النجوم زي علي معلول وجونيور اجايه وحمدي فتحي، ده غير محمد محمود وكريم نيدفيد المصابين بقالهم فتره طويله. فريقنا في الفتره اللي فاتت يعني كان في ضغط مباريات رهيب جدا ولسه مكمل معانا لحد دلوقتي. هو الحقيقه الفريق يقدر يتحمل الغيابات وضغط المباريات، لكن صعب جدا 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 يتحمل اخطاء الحكام، وده اللي خلى مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب يقدم طلب رسمي لاتحاد الكوره بيطالب فيه بان كل اللي يديروا مباريات الاهلي في الدوري يكونوا حكام اجانب، لكن لسه لحد دلوقتي اتحاد الكوره ما ردش وبنشوف حكام مصريين بتدير ماتشاتنا زي ماتش النهارده اللي هو مباراه قمه والمفروض يكون فيها حكم اجنبي كما جرت العاده يعني باستثناء المباراه الاخيره، لكن مكملين مع الحكام المصريين. ده مش تشكيك فيهم ولا حاجه، لكن احنا بنرفع عنهم الحرج. الفريق في وضع صعب جدا ومش متحمل اخطاء. بنشوف في الفتره اللي فاتت كان في اخطاء يعني الى حد ما مؤثره، ضربات جزاء ما بتتحسبش في ماتشات كانت صعبه ومتعقربه كده يعني، لكن هنقول ايه، الحاجات ما بتتحسبش والنتائج عدت واتحسبت. عشان كده مجلس الاداره بيطالب بحكام اجانب في الفتره الجايه. نتمنى اتحاد الكوره يكون عنده رد على الكلام دوت ونشوف الحكام، خاصه ان النادي اعلن ان هو اللي هيتحمل التكاليف سواء الاقامه او السفر والانتقالات والكلام ده كله، ولحد دلوقتي مفيش رد. نتمنى الرد يجي سريعا. فريقنا بقى لو هنيجي نتكلم على الكوره، في الفتره اللي فاتت كان عندنا شويه مشاكل الى حد ما، وده اللي ظهر الحقيقه في نتائج الماتشات، ويكفي ان احنا ما بنعملش كلين شيت بقالنا فتره طويله. وماتش الاتحاد اللي فات عملنا شوط تاني رائع جدا، لكن اتخطفنا في نهايه المباراه بهدف كده قلص الفارق وقدرنا نكسب 2-1. وقبليها كان في شويه يعني تعثر كده قدام المحله وقدام سموحه، لكن كلنا ثقه في فريقنا ان شاء الله ان هو يقدر يكمل ويحافظ على لقب الدوري، البطوله المفضله بالنسبه له. طب لو جينا نتكلم من الناحيه الثانيه على الزمالك، يعني شفنا ماتش سموحه الاخير يعني في حاجات كتير كان فيها كلام، لكن مش هنعلق على اداء الحكام هنا وسايبين الكلام للمختصين ولاتحاد الكوره ولمسؤولي الانديه الثانيه اللي تعرضوا للظلم. شفنا يعني المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه كان بيتكلم على اخطاء التحكيم واللي اثرت بشكل كبير على نتيجه المباراه، وكمان كان في قرارات ممكن تتاخد تتسبب في غياب بعض اللاعبين من الزمالك عن ماتش النهارده، لكن كل ده عدى وفريقنا مركز في استعداداته لمباراه النهارده. الفترة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب زار التدريبات وحرص على ان هو يدعم اللعيبة ويأكد لهم ان هم ليهم كل الدعم قبل ماتش الزمالك، وشفنا طبعا تفوقنا الكبير على الزمالك في الفترة الأخيرة بعد نهائي أفريقيا لما كسبنا بالقضية بتاعت أفشة، وكمان كسبنا ماتش الدوري الأخير اللي كان في شهر رمضان على الرغم من الإصابات والغيابات الكتير جدا اللي كانت في الفريق، وكله كان متوقع كده ان النادي الأهلي ما يقدمش أي حاجة، لكن محمد شريف سجل هدفين ولا اروع وقدرنا نكسب بيهم المباراه. والحقيقه يعني الفريق ظهر بشكل قوي جدا، نتمنى نشوف الشكل ده عليه النهارده ان شاء الله. رساله بقى لجماهيرنا اللي يعني حاسس كده في نبره يعني قسوه الى حد ما على الفريق. الفريق يا جماعه معذور جدا في ضغط المباريات الرهيب دوت واخطاء الحكام الى حد ما اللي بتاثر في نتائج الماتشات، واكيد كمان في شويه اخطاء فنيه خلينا نكون معترفين بده، لكن دلوقتي مش وقت محاسبه ولا وقت تعليق مشانق لحد. احنا في نص موسم صعب جدا، عندنا كمان مباراه مهمه جدا قدام صن داونز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت ان شاء الله، ده غير ماتشات الدوري الكتير والالتزامات الكتير والارتباطات الكتير. فخلينا نكمل الموسم على خير ان شاء الله وندعم كل لاعبتنا وجهازنا الفني لحد ما نعدي المرحله الصعبه دي.
ماتش النهارده ان شاء الله هو قمه جديده في رمضان اللي الحقيقه احنا بنتفوق على الزمالك تاريخيا. ماتش النهارده هو مباراه القمه رقم 16 في شهر رمضان، ولينا الغلبه فيها بثمن انتصارات كان اخرهم في اول الشهر دوت لما كسبنا بجولين محمد شريف. كلنا مع فريقنا النهارده قدام الزمالك عشان يحقق 3 نقط جديده تقربوا من استعاده مكانه المفضل على قمه جدول الدوري. واستنونا يوم السبت ان شاء الله مباراه سان داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. يلا اهلا.